الإحساس بالوطنية رهيب. طب نربط ده بالتكريم والجايزة اللي تم إهداء لحضرتك. التنمية المستدامة بحس دايما على طول إنها كلمة كده مش يعني أنا فهماها بس مش عارفة أربطها باقتصادنا وبحياتنا. لو ربطنا كلمة التنمية المستدامة باللي شفناه امبارح، شوفي حضرتك أهم حاجة في الاقتصاد إنك تعرفي إن كل حركة بتعمليها بتسمع فين. ممكن تقولي أنا هعمل مصنع بكرة، طب وبعدين؟ لا، أنا عاوزة تنمية مستدامة. يعني إيه تنمية مستدامة؟ يعني تفضل مستمرة، كل ما تخلصي حاجة تطلع حاجة، تطلع حاجة وتطلع من نفسها. يعني مثلا خليني أدي مثال بسيط، وأنا مؤمنة بالتنمية المستدامة الحقيقة. أول ما دخلت البرلمان كنت قدمت كلام مشروع مهمين جدا، وأولهم الأمن الغذائي. قلت لهم الأمن الغذائي ده مصر دي كانت سلة غذاء العالم. الأمن الغذائي مش عشان ناكل بس، كل حاجة بتطلعيها من الأرض تقدري تصنعي عليها. صح، شوفي ازاي بقى، لبس، أكل، أدوية، كل أدوية زي ما أنت عايزة، عصائر، جلود. لا تتخيلي كم، يعني الفرخة بيطلع منها 21 صناعة فرخة بس. شوفي بقى ازاي مصارينها بيتعمل منها الخيوط بتاعت ال، يعني الدلتا الجديدة دي اللي الرئيس بيتكلم عنها، واحنا يعني بصدد ان يبقى عندنا دلتا جديدة، دي تنمية مستدامة طبعا. تفضل بقى تستمر، يعني مش هي عملية وتخلصي منها. لا، انت بتعملي حاجة بتولد حاجة بتولد حاجة. وكمان المهمة قوي الاستراتيجية اللي اتخذها برضو السيد الرئيس، وهي المدن المتخصصة. زي مدينة الدواء، الأدوية، مدينة الذهب، مدينة جلود، مدينة غزل ونسيج. مش علشان بس الصناعة، لا، لأنك بتبتدي من أول بتاخدي المادة الخام محلية. وأنا عايزة أتكلم في النقطة دي، مهمة قوي في التنمية المستدامة. أرجو أن احنا نحاول في الفترة الجاية بقدر الإمكان كل المصانع اللي تقوم على مادة خام محلية. اولا بتحافظي على الاحتياطي النقدي بتاعك، بتمنعي خروج العمله بره، ومش عايزه اخوض في الجزئيه دي عشان هي حساسه شويه، وفي نفس الوقت بتقومي زراعه جنب الصناعه. فالاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق ممكن يقوم عليه، مش عايزه اقول لك، عشرات الالاف من المصانع والوظائف بقى شوفي زحمه والمدن والسكن والتعمير. لما تيجي تقولي مدن متخصصه بتبتدي من اول السكن، التدريب، شو زي عندك معاهد تدريب، عندك المصانع، عندك اسواق تبيعي فيها، عندك معارض تعمليها، عندك بنوك متخصصه. خلي بالك من دي كمان، لان البنوك لازم تتخصص، مفيش بنك بيشتغل في كل حاجه في الدنيا. صحيح. بنوك متخصصه، خصوصا انا برضو بنادي هنا وناديت اكتر من مره ان لازم نعمل بنك متخصص في التمويل المتناهي السير، زي اللي اتعمل اللي اخذ عليه دكتور محمد يونس نوبل. ايوه، لازم نعمل واحد زي اللي هو زي بنك الفقراء. هو بيسميه بنك الفقراء، بس انا ما بحبش لفظ فقراء، كلهم لا فقراء. انا بس بنقل هو ده اللي قصد حضرتك عليه. لان البنك له مهام كتيره قوي. فانا اهتميت قوي بالموضوع ده، اهتميت بالاقتصاد الازرق. دي مصر كانت سله غذاء العالم يا ناس، واخد بالك؟ الاقتصاد الاخضر مهمين جدا. هل يصح كان يبقى عندنا البحر الاحمر والمتوسط والنيل وبحيرات ما عندناش سمك، واروح اجيب السمك من فيتنام؟ مش عايزه اقول بيتربى في ايه. فالحقيقه اللي حصل ده كان اهتمامي، ان احنا فعلا نهتم قوي بالتنميه المستدامه اللي هي بتخلق فرص عمل من اول الست اللي قاعده جوه بيتها وانت طالعه وانت طالعه وانت طالعه لغايه المصانع الكبيره. دي مستدامه ما توقفش ابدا. وبعدين ما شاء الله عندنا غير 50% من شبابنا، من شعبنا شباب. صح، دي قوة. وبعدين عندك السيدات، أنا هحكي واقع برضو دايما أحكيها لأنها كانت حاجة بفتخر بيها. مرة كنت في متحف في أوروبا، يعني في اسطنبول، وشفت سجادة حرير تحفة. أنا أحب سجادة الحرير، قلت أتفرج عليها. وبعدين قلت ما أشوف معمولة فين، طلعت في أخميم. ها، متحف، شايفة؟ طبعا الست المصرية كانت بتعمل السجاد في البيت والكليم في البيت وحاجات تانية بقى عدتي كما تشاء. فالحقيقة المدن المتخصصة هيبقى فيها مراكز تدريب، دي مهمة قوي. والحقيقة أنا عملت برضو في الجزئية دي بشكل مهم جدا. هترجع الصناعات اليدوية بتاعتنا اللي كانت، الست المصرية ما شاء الله تقدر تشتغل زي ما بيقولوا ايه ده، هتتلفف حرير. صحيح، فده جزء. وفي جزء تاني بقى كمان مهم جدا، السياحة. ده اللي حصل امبارح ده هيحصل لنا حجوزات ان شاء الله باذن الله. لولا كورونا كان زماننا شفنا السياح بعد بكره يعني.